السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في قناتكم Let's Learn. Happy New Year، سنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا جريد 4. في اللحظة اللي أنا بسجل فيها الفيديو ده، الوزير كان قال إن هيعمل ترحيل أو جدولة لمنهج الماث ومنهج الساينس. إن شاء الله هنعمل ريفيجن سريع على اليونت 1 و 2 و 3 و 4، وإن شاء الله بإذن الله هنعمل مراجعة تاني على يونت 6 و 7 و 5 و 6 و 7 و 8 بإذن الله وحديهم. ليه هنعمل كده؟ لأنه لو هو عمل الامتحانات على الجزء الأول يبقى عندنا الفيديو الخاص بالجزء الأول، ولو هو عمل امتحان على الجزئين يبقى هنذاكر التو فيديوز، أوكي؟ علشان ما ندخلش الإكزامبلز أو المسائل في بعضها والإكسرسايز في بعضها والناس تتو. فأنا قسمت المسائل أو الإكسرسايز على تو فيديوز. إن شاء الله ده فيديوز اليونت 1 و 2 و 3 و 4، وبإذن الله الفيديو الثاني لا هينزل لو هو قال إن المنهج هيبقى كامل. إن شاء الله المراجعة دي هتبقى مراجعة قوية جدا، حتى الناس اللي هي ما ذاكرتش أو نسيت، علشان إحنا الجزء ده امتحناه يا جريد 4، فإن شاء الله حتى الناس لو نسيت يلا بينا نفتكر مع بعض. Let's go جريد 4، يلا بينا. بسم الله. Choose the correct answer. أول واحدة عندي بتقول the area of opposite figure، الرسم اللي قدامي أو الفيجر اللي قدامي هو ريكتانجل، وإحنا كلنا عارفين إن الريكتانجل has two sides different، ليه غير السكوير؟ السكوير السايدز بتاعته مالها are equal، أما الريكتانجل السايدز بتاعته أو الأضلاع بتاعته different، مختلفة. عندي side 7 سنتيمترز with the side الثاني أو الضلع الثاني 13 سنتيمترز. أنا عندي rule أو قانون اسمه إن الأريا بتاعت الريكتانجل جريد 4 كانت بتساوي length times width. length times ايه؟ width. add length و add width، يبقى كل اللي أنا هعمله هعمل 13 times 7. ايه ده يا مست؟ احنا ما اخدناش 13 تايمز 7 جريد 4، ده لو كان في الوحده الاولى كنا قلنا اليونت الاولى كنا ما اخدناهاش، اما احنا اغلبنا دخل في يونت 7 ويونت 6. طب يلا بينا، حتى الناس اللي هي ما كانتش اخدت يونت 6 يلا بينا نشوف، ويونت 7 يلا بينا نشوف نعمل 13 تايمز 7 ازاي. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ال 13 دي ديكومبوز، ان انا هفكها. هفكها ازاي يا مس؟ فكوها 10 بلس 3 سهلة خالص يا مس، وال 7 تايم ال 7 همسك ال 7 دي اتعبها معايا مرتين، معلش يا 7 هنتعبك معانا مرتين، مرة هعملك تايمز مع ال 10 ومرة التانية هعملك تايمز مع ال 3. 7 تايمز 10 equals 17 بلس 7 تايمز 3 equals 21 equal. كل اللي انا هعمله هعمل add 1 plus 0 equal 1 2 plus 7 equal 9، يبقى الانسر بتاعتي equal 91. يلا بينا نكمل مع بعضنا. 5 kilometers minus 300 meters equal كم meters؟ قلنا اتفقنا مع بعض انا عندي هنا meters وعندي هنا مترز، عندي هنا كيلومتر. اعمل اي حاجه غير لما اني اساوي كل اليونتس، لازم كل اليونتس عندي تبقى متساويه. فهعمل ايه؟ احول الكيلومترز للمترز. طب الكيلومترز كبير ولا صغير؟ لا يا مس ده كبير. طب ازاي احول من اللارج للسمول؟ عادي يا مس، من اللارج للسمول انا بعمل تايمز. طب من الكيلومترز للمترز بعمل تايمز في كام؟ بعمل تايمز جريد 4 في 1000. طب يبقى 5 تايمز 1000 ايكوال كام؟ سهله يا مس، هعمل ايه؟ هنغير بس لون القلم علشان الناس بتاعه جريد 4 تركز معانا شويه. كل اللي انا هعمله يا مس ان انا هنزل ال 3 زيروز، فهتبقى 1 2 3. 1 تايمز 5 يا مس ب 5، برافو عليكم، ماينس 300 ممتاز. يلا بينا نعمل سبتراكشن عادي خالص، 0 ماينس 0 0
0 minus 0 0. 0 minus 3 ms ما ينفعش خالص. طب هنعمل ايه؟ ال 5 دي تبقى 4، ال 0 ده هيبقى 10. 10 minus 3 equals 7، ال 4 دي هتنزل زي ما هي. يبقى الانسر بتاعتي equal كام؟ 4700. 4700. يلا بينا. ده اسوشيتيف. يعني ايه اسوشيتيف؟ ان انا عملت عملية تبديل، بدلت كل اللي انا عملت ان انا، او عملية كوميوتيتيف. يعني ايه كوميوتيتيف؟ يعني ان انا عملت كل اتنين مسكتهم حطيتهم جوه براكتس، جوه قوس. طب ايه اللي مش موجود عندي؟ انا عندي 354، هنا عندي 354، طب هنا عندي 243، وهنا عندي 243. ايه اللي ناقص عندي؟ اللي ناقص عندي 116. يبقى الانسر بتاعتي 116. طب يلا بينا نكمل. 9 متر minus 80 سنتيمتر. قلنا ما وعندي هنا سنتيمتر، يبقى ايه اللي المفروض ان يتحول؟ اللي يتحول المفروض المتر يتحول لايه؟ لسنتيمتر. اسال نفسي سؤال بسيط، المتر اكبر ولا السنتيمتر يا مس؟ لا، المتر هو اللارج، ومن اللارج للسمول يا جريد 4 انا بعمل تايمز. طب اعمل تايمز في كام؟ من المتر يا مس للسنتيمتر بعمل تايمز في 100. برافو عليك. طب يلا بينا، 9 تايمز 100. كل اللي انا هعمله يا مس ان انا هنزل التو زيروز، وعندي 9، 1 تايمز 9 ب 9 ماينس 80، او احطهم تحت بعض. 0 ماينس 0 0، 0 ماينس 8 ما ينفعش، ال 9 تبقى 8، ال 0 يبقى 10، 10 ماينس 8 ايكوال 2، وال 8 تنزل، يبقى عندي 820. يبقى الانسر بتاعتي نمبر دي 820 سنتيمتر. طب يلا بينا نكمل. بيقول لي ايه؟ How many digits؟ How many يعني كم العدد؟ How many digits؟ كم عدد الديجيتس اللي في النوميرال 30693؟ يلا بينا نعده، 1 2 3 4 5. ده سؤال سهل جدا، يبقى 5 digits. يلا بينا نشوف، انا عندي ايه؟ عندي 4400. مالهم؟ meters. انا عايزه احليهم كيلومترز ومترز بس. طب ال 4000 دي اللي موجوده، انا عندي كيلومترز ان انا اعمل تايمز في 1000، فهقسمهم بس على 2. يعني هعمل ايه؟ هعد 3 واخدهم تبع المترز، واخد ال 4 او اللي يتبقى بعد ال 3 ده تبع الكيلومترز. يبقى الانسر بتاعتي 4 and 400. طب يلا بينا، ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده السؤال ده بيقول لي 350,000. ماله؟ is not times more than، times more than الرقم ده. كل اللي انا هعمله ان انا هشوف عدد الزيروز هنا، عدد الزيروز هنا 3، عدد الزيروز هنا 4. فكل الكلام ده بيقول ان الرقم ده، الرقم الصغير ده هعمله تايمز مع كام عشان يوصل للرقم ده؟ اعمل الرقم ده تايمز مع كام عشان يوصل الرقم ده؟ كل اللي انا هعمله هزود زيرو وبعد وبس. يعني اكتب هنا زيرو مس؟ لا، واكتب 10 ليه؟ واكتب 1 ليه؟ لان انا عندي 3 زيروز، علشان يزيدوا يبقوا 4 زيروز، يبقى لازم انا اعمل للرقم ده تايمز مع 10. اوكي جريد 4. طب لو كان عندي هنا 5 زيروز، كنت انا عملت تايمز مع 100. اوكي، يبقى الانسر بتاعتي نمبر A. طب ايه كمان؟ عندي 18 متر و 40 سنتيمتر، انا عايز احولهم لايه؟ عندي سنتيمتر سنتيمتر ومتر، فانا عايز احول المتر لسنتيمتر، اعمله تايمز في كام؟ هل هو كبير لارج اور سمول؟ لا يا مس، ده هو لارج، فهعمل له تايمز مع 10. مع 10؟ لا 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 لا، مع 100 يا مس. ايه اللي حصل؟ مع 100. يبقى 18 اعمل لها تايمز مع 100، يبقى 18 وانزل قدامها 2 زيروز اللي هم بتوع 200، وبعد كده اعمل بلس مع 14. 0 بلس 4 4، 0 بلس 1 1،
will 18 تنزل. يبقى الانسر بتاعت 1814. 1814 يبقى الانسر بتاعتي بي. Which of the following numbers is largest؟ هنعد الاول. ده 6 digits. ده 4. ده 5. يبقى الاكبر الاثنين دول. طب تعال نشوف مين فيهم ال largest. 8 8 3 3 3 4 وده 3. يبقى مين ال largest؟ يبقى ال 4 هي is largest than 3. اوكي جريد 4، يلا بينا نكمل. 720 equal comptons. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل replace، ان انا هستبدل ال hundreds دي ب 2 zeros. يبقى هتبقى 720 الرقم اللي مكتوب زي ما هو. كلمة hundreds انا هعمل لها replace ب 2 zeros يعني 2 zeros. طب كل اللي انا هعمله انا عايزة اضع جنب الرقم ده او النمبر ده كلمة tens، فالتنز عندي بكام زيرو؟ بزيرو واحد. فانا هعمل ايه؟ هكتب الرقم زي ما هو 720. يبقى انا شلت زيرو من اللي 3. يبقى الاجابة فين؟ 700 and 7200. اوكي جريد 4 ماشيين معايا، يلا بينا نكمل. Which of the following is the least؟ least يعني القليل. possible formed from the digits. اول حاجة انا هدور على اقل رقم. الليست بتاع الارقام ده زيرو، بس ما بدأش بيه بس. اوكي كده الناس صحية. وما ابدأ بمين؟ ابدأ بتو، وبعد كده زيرو، وبعد كده فو، سكس، سفن. انهي اجابة بقى؟ 2 0 4 6 7. يبقى الانسر سي. طب انا عندي ده 2785 + 0 = 2785. هي نفس الإجابة. طب البروبرتي دي أو الصفة دي هل هي كوميتاتيف؟ هل هي أسوشيتيف؟ هل هي أدتيف أدنتيتي ولا مالتبليكاتيف أدنتيتي؟ لا، دي معناها أدتيف أدنتيتي. يعني إيه؟ يعني الزيرو لما أحطه على أي أو أعمل له بلس أو أعمل له أد لأي نمبر بيديني نفس النمبر. Additive identity. اوكي جريد 4، يلا بينا نكمل. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 8600 مالها؟ بس جرام. مالها؟ ب 8.86 كيلو جرام. النصيحة ليكم لازم تحولوهم لنفس اليونتس. دي جرام دي كيلو جرام. انهي مس احول مين؟ احول الكبير للصغير. ليه؟ لان انا هعمل تايمز. طب يلا بينا نحول. الكيلو جرام هعمل له تشينج للجرام، فانا هعمل ايه؟ هعمل تايمز في كام؟ هعمل تايمز في 1000. طب 86 كل اللي انا هعمله هنزل الثري زيروز، اد ثري زيروز، وادي 86. بقى عندي 86000 جرام ودي 8600 جرام. يبقى مين الأكبر؟ ده الـ 86000 هي الكبيرة. يبقى الأنسر بتاعتي نمبر B. يلا بينا نكمل. The perimeter of the opposite rectangle equal. قلنا الـ perimeter، إحنا أول مسألة حليناها كانت area. الـ perimeter بتاعت أي شكل، أي شيب عندك في الدنيا إنك بتعمل له add لكل السايدز بتاعته. ادي عندي 5 وهنا كمان في 5 وهنا كمان في 2. يبقى ادي 5 وقصادها 5، 2 قصادها 2، فانا هاخد ال 5 مع ال 5. وكمان عندي 2 هنا وكمان عندي 2 هنا. اي بروميتر في الدنيا انا بعمل له add لاول سايد، لكل السايدز بتاعته. 5 + 5 = 10 10 + 2 = 12 12 + 2 = 14. الانسر بتاعتي 14. تعالوا نجيبه كمان بالرولز بتاعتي. انا عندي البريميتر للريكتانجل equal width plus length times 2. يبقى عندي الويث equal كام؟ الويث يا مس ده 2 plus 5 اللي هو length times 2. 2 plus 5 يا مس equal 7 times 2، ده احنا كلنا عارفينه.
7 times 2 equal 14. يبقى نفس الانسر. هنا 14 وهنا 14. يبقى الانسر بتاعتي is 14 سنتيمتر. The suitable mass of a rabbit is الماس او كتلة الرابط الارنب is 2000 جرام 200 كيلو جرام 20 جرام 29 كيلوغرام. ايه رأيكم الرابط الارنب في حدود كام؟ في حدود 2000 جرام اللي هي كام؟ 2 كيلو جرام. اوكي جريد 4 يلا بينا. نقط is 100 times less than 1 مليون. طب بالراحة نكتب الاول ال 1 مليون ده 1 يمس قدامه 6 زيروز. ايوة كده 6 زيروز. مين اللي انا ممكن احطه هنا يكون اقل من ال 1 مليون ب 2 زيروز؟ كل اللي انا هعمله يمس ان انا هطير من ال 1 مليون 2 زيروز. طب طيروا ادي 1 ادي 2 اللي هم 2 ال 100. اتفضل معايا كام؟ اتفضل معايا 1 0 0 0 0 اللي هو كام؟ 10000. يلا بينا ادي 10000. يبقى احط هنا 10000 واقول ان 10000 از 100 times less than 1 مليون. ده اقل من 1 مليون بكام؟ ب 100 times. Which of these statements use the commutative property of addition to find commutative؟ كلنا عارفين ان هي معناها ابدال commutative. find كذا كل اللي انا هعمله ان انا هدور على statement عملت كوميوتاتيف يعني ابدال ما بين اي رقمين من التو نمبرز دول. هنا البراكتس دي او البراكتس دي اسمها اسوشيتيف. اسمها ايه؟ اسوشيتيف. يعني ايه اسوشيتيف؟ يعني دمج. لا انا بدور على كوميوتاتيف ان انا عمل عملية تبديل او ابدال. طب انا عندي كانت 12 بعد كده 55 ادي 12 بعدها 38 وبعد 38 55. يبقى ادي الكوميوتاتيف اللي انا بدور عليها عملية تبديل او تحويل ما بين رقم من الاول للتاني. اما الاقواس او البراكتس اسمها اسوشيتيف. انذر سلايد جريد 4. عندي كمان البريميترز. قلنا لسه قايلين على طول ان البريميترز هو الريكتانجلز. هو عبارة عن ان انا اقول ان البريميترز ايكوال ويدث بلس لينث تايمز 2. ويدث بلس لينث تايمز 2 اد اللينث اللي هو الطويل والويدث الحتة دي. طب الويدث بتاعي كام؟ 2 لسه حلينا. واللينث 5 تايمز 2. 2 plus 5 7 times 2 equal 14. أو إن أنا أعمل add 5 plus 5 2 plus 2 equal برضو 15. 5 liters and 500 milliliters minus 4 liters 400 milliliters. أنا هنا ممكن من غير ما أنا أعمل أي حاجة أو أحول أي حاجة أنا عندي 5 liters وعندي 4 liters فأنا هعمل سبتراكت عادي 5 minus 4 1 500 minus 400 100 sorry. يبقى الانسر بتاعتي 1 and 100 ملي 1 liters and 1 liter and 100 milliliters. طب which is a compost 2 7 times 10,000 plus 2 times 10 plus 4 times 1. اسهل حاجة واحسن حاجة ان انا اعمل ايه في المسائل اللي زي كده ان انا اكتب ان انا عندي هنا يمس بيت او شقة للوانز وهنا يمس عندي شقة للساوزند. الشقة دي فيها 3 اماكن وهنا عندي 3. السيفن دي موجودة فين؟ ده قدامها 1 2 3 4. فانا عندي ادي 3 وادي 1 يبقى 7 هنا. طب ايه كمان؟ ال 2 دي فين؟ 2 times 10
فالتن موجودة هنا ادي 2 والفور تايمز 1 ادي 4. طب كده مين ناقص؟ لا ده ناقص كتير. ناقص مين؟ ناقص عندي ال 100 ادي 0، ناقص عندي ال 1000 ادي 0. يبقى الانسر بتاعتي 70024. وده اسهل حل للمسائل اللي بيجيب، علشان الناس دايما بتنسى الحاجات اللي هي مش موجوده. عندي كومبليت. كومبليت بيقول the value of digit 5 in the number كذا. انتوا دايما بتلخبطوا ما بين value وما بين place value. place value place معناها مكان، فهنا هكتب له هو المكان موجود، الرقم او النمبر موجود في اي مكان. اما الفاليو ده انا بكتب القيمة بتاعته. كل اللي انا اعمله همسك الفايف، فين الفايف؟ اهي ادي الفايف. اعد قدامها كام ديجيتس؟ كل ديجيتس بزيرو، يبقى ادي 1 2 3 4. فقدامها كام زيرو؟ سوري انا ملخبط الدنيا، سوري قدامها كام زيرو كام ديجيتس؟ قلنا قدامها 1 2 3 4. فكل سوري فكل اللي انا هعمله هكتب 5 وانزل 4 زيروز، وانزل ايه 4 زيروز. اوكي طب لو هو كان طالب البليس فاليو، تعالوا نشوف هي فين، في انهي مكان. 1 10 100 1000 10000 اكتب له ان هي موجوده في 10000. ده في حاله لو كان طالب مني ايه، كان طالب مني مكان او البليس فاليو، اما هو هنا ايه طالب فاليو بس. اوكي جريد 4 يلا بينا هنكمل. in the power models 56 y 26 y بكام؟ قلنا اي حاجه من تحت انا بعمل لها بلس، يبقى الواي عندي ال 56 هي عباره عن y بلس 26. اوكي جريد 4. طب انا عندي الواي، يبقى الواي ما بين اي حاجه فوق وتحت انا بعمل ماينس، يبقى الواي ايكوال 56 ماينس 26. 6 ماينس 6 ايكوال 0، 5 ماينس 2 ايكوال 3. اوكي يبقى 6 ماينس 6 ايكوال 0، 5 ماينس 2 ايكوال 3. يبقى الواي هنا ب 30. طب انا عايزه اتاكد، اعمل اد 6 و 0 6 2 و 3 5 اللي هي موجوده فوق. اوكي طب يلا بينا نكمل. 5 لتر ماينس 3000 ملي لتر، وهنا عندي لتر. طب كل اللي انا هعمله هحول بقى من ملي للتر. ليه يا مس انت النهارده دلوقتي هتحولي من الصغير للكبير؟ علشان انا عندي الاثنين الاكتر عندي هما مين؟ عندي اللي هما اللتر. اوكي طب ال5 ماينس من ملي لتر للتر كده انا عندي هعمل ديفايدد. ديفايدد باي كام؟ باي دي باي 1000 قصدي 1000. ال 1000 في كام زيرو؟ في 3 زيروز. يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هضيع ال 3 زيروز دي. يبقى 5 ماينس 3 ايكوال 2 ايكوال كام؟ جريد 4 ايكوال 2. 360 in the standard form. standard form يعني عايز اكتب الرقم 360 ادي الرقم 360. ده رقم سهل جدا. the side length of a square equal its perimeter divided by كام؟ لازم اكون عارف الرول او القانون بتاع مين؟ البريميتر بتاع السكوير. البريميتر بتاع السكوير كان بيقول ايه؟ بيقول السايد لينث تايمز 4. السايد لينث تايمز 4 كنا زمان بنقول يلا بينا نعمل كده تريانجل، والتريانجل نكتب فيه ايه؟ نكتب فيه الحاجه اللي بمعمول لها من فوق بي اس اللي هو البريميتر سكوير، وتحت الحاجه اللي معمول لها تايمز في بعضها. طب وبعد كده هنقول حاجة صغنطوطة ان اي حاجة تحت هعمل لها تايمز. طب انا عايز مين؟ انا عايز البريميتر احط صباعي عليه اخبيه، فيبقى عندي سايد تايمز 4. طب انا عايز دلوقتي مين؟ ده انا عايز السايد لينث،
فاحط صباعي على السايدلاند اخبيه، يبقى مين اللي مش اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي البرميتر divided by 4، يبقى divided by a 4 اخبي ايدي. يبقى اوعوا تنسوا التريانجل ده، اهو نعمله تاني. التريانجل فيه فوق مين؟ في البريميتر بتاع السكوير. طب وتحت عند السايد وهنا 4، ما بين اللي تحت في تايمز، ما بين اي حاجه واحده فوق وتحت في ديفايد، يبقى السايد ايكوال بريميتر ديفايدد 4. هنا سهله خالص يا مس، 9 بلس 3 ايكوال 12، 2 كاري 1، 1 بلس 9 10، 10 بلس 5 15، 5 كاري 1، 1 بلس 1 2، 2 بلس 2 4. يلا بينا هنشوف ايه كمان معانا. عندنا 897، بس عندي حاجة جديدة، مليمتر عايز احولها لسنتيمتر وكمان مليمتر. طب كل القصة ايه اللي ما بين المليمتر والسنتيمتر؟ ما بينهم 10، ما بينهم ايه؟ ما بينهم 10. طب كل اللي انا هعمله ان انا هاخد اول رقم 07 ده عند المليمتر، وال 87 علشان انا عندي ما بينهم ما بين بعض 10 واحدة هتبقى 89. تعالوا بقينا نكمل. The area of the opposite figure equal. الشكل ده ممكن اقسمه اتنين، ادي اول شكل فيهم اللي هو ده اللي من تحت، تعالوا نلونه. اوكي. طب وكمان انا عندي حاجة تاني، سوري القلم بوظ الدنيا. ماشي. طب انا عندي ايه كمان؟ انا عندي الشكل اللي من فوق. اوكي جريد 4، انا عندي الشكل اللي من فوق اهو. طب تعالوا نكتب بس كل واحد فيهم بكام اللينس بتاعه. ادي عندي ده 3، فيبقى عندي الناحية التانية بالظبط 3. طب وعندي فوق 3، فيبقى عندي برضو هنا كام؟ عندي هنا 3. طب ده ايه؟ ده سكوير. ليه سكوير؟ علشان كل السايدز بتاعته ار ايكوال. طب وده ايه؟ ده ريكتانجل. ليه ريكتانجل؟ علشان عندي حتة طويلة وحتة صغيرة. انا عندي دي 3، يبقى دي برضو هتبقى 3. طب وبعدين؟ طب عندي من تحت كام او من فوق كام في الريكتانجل؟ انا عندي هنا 6، فانا عندي كمان تحت في كام؟ في 6. والحته الصغنطوطه دي اللي كانت اللي فوق دي 3، فانا عندي كله ده كام؟ 6 بلس 3 ايكوال 9، فانا عندي هنا 9. طب الاريا بتاعه الريكتانجل اللي هو بالالوان ده، الاريا بتاعه الريكتانجل ايكوال كام؟ الاريا بتاعت الريكتانجل لينس تايمز ويدث، اللينس بتاعه ب 9 اللي هو الطول ده كله، تايمز 3 اللي هو الويدث. 9 تايمز 3 ايكوال 27. القلم عامل بالعاني النهارده، سوري يا جماعه انا اسف مش عارفه ليه القلم بيعمل كده النهارده. يبقى الاريا بتاعت الريكتانجل ايكوال 9 تايمز 3 ايكوال 27. طب الاريا بتاعت السكوير اللي هو اللي فوق ايكوال يا مس سايد تايمز سايد اللي هو 3 تايمز 3 ايكوال 9. يبقى الاريا المركبه او الاريا بتاعت الشكل كله عباره عن 27 وكمان بلس 9. 7 بلس 9 ايكوال 16 كاري 1، يبقى الانسر بتاعتي 63. اوكي الانسر بتاعتي ايه؟ 36. انا اسف الانسر بتاعتي 36. ماشي جريد 4. يلا بينا 8000 سنتيمتر. لما احولها المتر ما بين السنتيمتر والمتر عندي ايه؟ 100.
كل اللي انا اعمله اعمل divided ما بين 100. لما اعمل division grade 4، لما اعمل times بزود 0، لما اعمل division بحذف 0. طب كم 0 هحذفه؟ هحذف 2. ادي 1 ادي 2، يبقى اللي فضل عندي ايه؟ 80. كمان عندي 18,682. عايز يعمل لها round او approximate to the nearest 10,000، لأقرب 10,000. هقف عند 10,000. فين 10,000؟ 1, 10, 100, 1000, 10,000 عند الواد. ألوك على اللي قبله، اللي قبله ايه؟ 8. ال 8 ده happy or sad؟ لا ده happy، يبقى هيعمل لي ايه؟ هيزود لي ال 1 واحد، فال 1 هيبقى ايه؟ 2، وكل بعده هيبقى 0. نكتفي بهذا القدر جريد 4. أشوفكم بإذن الله في السيشن القادم، هنكمل كمان باقي مراجعة يونت 1 و 2 و 3 و 4.